عشان نعمل الفراخ عندنا صدور فراخ مخليه من الجلد والعظم، غسلناها كويس جدا بمعلقه من الطحينه الخام، عصره ليمونه وحطينا الليمون بعد ما عصرناه، رشه ملح خشن ورشه فلفل او جنزبيل او قرفه، دعكناهم كويس جدا مع بعض، بعد كده حطينا عليهم ميه، بعد كده سبناهم لمده نص ساعه، بعد كده شطفناهم كويس قوي وصفناهم ونشفناهم. باقي المقادير هتكون شطه طبعا حسب الرغبه، توم بودره، زعتر بودره او يعني مجفف، بابريكا، كمون وملح وفلفل. لصوص الجبنه هنحتاج زبده، لبن او كريمه، انا حاطه الاثنين يعني ممكن نستخدم جزء وجزء اذا حبيتوا او تستخدموا حاجه واحده فيهم برده مش هتفرق خالص، ملح وفلفل وبرده شطه اختياري، نشا وبابريكا وجبنه تشيدر صفراء وجبنه تشيدر حمراء مفرومين او مبشورين. انا فتحت على الجريل اهو عشان اسخنها، خليني بس اتاكد ان العين كلها شغاله. شغالة كلها تمام، هنسيبها تسخن، وهنا برضو عايزة اسخن الووك. ايوه العين شغالة تمام. يبقى هعمل ايه؟ هحط هنا عند الفراخ، يعني دي مش هتيجي معلقة صغيرة، معلقة شاي من الزيت اهو، مسحة بس كده نتأكد ان الجريل ممسوحة بالزيت. وهاجي هنا هحط برضو قد برضو معلقة صغيرة، معلقة شاي من زيت الزيتون، وده بس عشان امسك البهارات في الفراخ اهو، مش عايزة يعني احط دهون كتير عشان الصوص هيكون دسم قوي. والفراخ زي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تستخدموها كوصفة في حد ذاتها من غير الصوص، وهتبقى لطيفة جدا للناس اللي بتحافظ على وزنها. ده ملح وفلفل وزيت، كمون، شطة أنا بحب أحطه قليل قوي قوي قوي، بابريكا، لو بابريكا مدخنة كمان هتبقى لذيذة قوي في الوصفتين دول سواء الصوص أو الفراخ، زعتر مجفف طبعا لو عندكم أخضر برضو ماشي الحال. طبعا اي حاجه من الحاجات اللي محطوطه قدامي دي مش موجوده عندكم تستغنوا عنها، حاجه تانية بديله زي مثلا كاري، زي كركم، زي روزميري، براحتكم خالص، اللي موجود عندكم استخدموا، حبهان، يعني ما فيش مشكله. اما بقى الفراخ اللي بعظم او وزن كبير او كده هي اللي ايه بتاخد وقت شويه على ما التتبيله توصل لها، ولذلك دايما نساعدها بان احنا نعمل لها تخريمات بالسكينه او شقوق بالسكينه عشان نضمن ان هي اخذت التتبيله مننا مظبوط. وبعدين هروح على الجريل اللي احنا عملنا لها تزييته خفيفه جدا جدا بزيت الزيتون، ولازم تكون سخنه عشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتنشف. طبعا اللي ما عندوش جريل يقدر انه يستخدم جريل كهرباء، اير فراير، فرن، طاسة على النار، مفيش مشكلة خالص. تعالوا بقى نعمل الصوص. عشان نعمل الصوص هنعمل ايه؟ عندي هنا ووك، الووك اهي انا رفعتها بس من على النار شوية لانه سخنت، هحط نقطة نقطة بسيطة جدا من الشطة، ممكن الاستغناء عنها تماما. هحط معلقة كبيرة من البابريكا، هحط ملح بس مش هحط فلفل، وملح قليل جدا لان طبعا الاجبان بتكون مملحة. وبعدين هحط النشا، وبعدين هقوم حاطه الكريمة او اللبن او المية، بس طبعا هي بالكريمة بتبقى دسمة وحلوة لان هو اصلا صوص دسم ولذيذ. اقلب الاول هنا كويس جدا جدا، واقوم حاطه الزبدة على الووك، واقوم منزله الخليط ده على الزبده جوه الووك، وهرفعهم بقى دلوقتي على النار، هاخدهم معايا ارفع على النار، نار تكون هاديه مش عاليه، ابتدي اقلب لحد ما الاحظ ان الزبده اختفت تماما جوه الخليط بتاع الكريمة مع البابريكا والشطة والملح،
اول ما احس ان الزبده بدات تختفي والخليط بدا يسخن وبدا يتقل معايا زي ما انتم شايفين كده، ده وقت نزول الجبنه. اول ما انزل الجبنه لازم اكون حذره جدا جدا ان النار تكون هاديه، فانا ههديها دلوقتي اهو، ولازم اكون حذره اني بقلب باستمرار ما سيبهوش على النار، ولازم اكون حذره اني لو النار عليت او يعني سخونيه الجبنه عليت اني ارفعها على طول من على النار، وممكن ابقى برجع ارجعها تاني. انا عايزه القوام تقيل بس مش زياده عن اللزوم. شايفين؟ بصوا بقى، حطوها على فرايز برجر.